اكيد هي الاميره اصلا غير ما خليتهاش تبان في الفيديو صافي. بالحق هي الاميره حياتي ومامهم وليداتي، وهي الانسانه اللي قوست معايا الكارير ديالي كامله قبل ما تبدا اصلا، وامنت بيا ودعمتني بزاف. سو هي يمكن اهم شخص يكون معايا اليوم، هو امير ديالي، امير وكلشي يعني زوجي و... واهم حاجه هي هو التفاهم والثقه وهذا ما كان. عندنا جوج دراري، عندنا جوج الامراء ان شاء الله فال خير يمكن ان شاء الله. فرحانين بهاد الاميره هذه، حتى كبرت 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 نجح بزاف، ساعات كتجيبوا اميره اخرى ان شاء الله. شكرا. دقيق جدا في الاختيارات ديالي، لان يمكن الانسان كيوصل لواحد المستوى معين خصو يكون ذكي بزاف، ويمكن انه يكون الاختيار ديالو كيرجع ماشي سهل. فالجمهور كينتظر منك الافضل، ما خصنيش نخيب الظن للجمهور ديالي فيا، لان يمكن كان فيديل تقريبا 6 سنين دابا معايا، سو خصني نقدم لهم الاحسن ما عندي، وعليها خديت شويه الوقت، ولكن الحمد لله كنظن هذه الاغنيه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالهم. كنقول لهم شكرا بزاف، شكرا لالا بليوس على هذه الاستضافه الكريمه، وان شاء الله تعجبكم اميره.